رغم مرور 21 سنة على انتهاء الحرب اللبنانية، ما زالت أنقاض كنيسة قديمة بتعود للعام 1860 إلى جانب المباني الحديثة والأسواق التجارية عم بتخبر قصة هيدي المدينة. كل سنة بشع من كنيسة مار منصور بوسط بيروت المهدمة نور ليذكر بالمعنى الحقيقي للعيد وبميلاد المسيح بالقلوب لزرع الرجاء والمحبة فيها. بس السنة رح يتغير التقليد لأن الكنيسة المهدمة رح ترجع تعمر ويسكنها طفل يسوع. فكرة إنشاء المغارة بوسط بيروت التجاري وتحديداً على أنقاض كنيسة مار منصور هي بمبادرة فردية من قبل مجموعة من الأشخاص، بلشت من حوالي 3 سنين ومن ثم تكفلت جمعية مار منصور بترميمها بمساهمة من سوليدار. من زمان كانت 25 قرش كافية للتمتع بروعة هيدي المغارة الفريدة من نوعها، أما اليوم فالدخول إلها هو مجاني من الساعة 3 بعد الظهر للساعة 9 مساءً. بفرح ميلادي مميز منذكر إنه يلي بيهدم حجر ما في يهدم إيمان البشر.